صباح الخير البنات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احوال جيده. اليوم هذا الدجاج كنديروا العشاء، وقلت علاش ما نتقاسموا معكم. هو عباره عن نوغيت، كناخذوا الدجاج كنديروا طريفات صغار، كنديروا في كاسرونه باش نسلقوه. كي كتشوفوا كنسلقوه مع واحد هذاك الراس ديال البصله، ندير فيه بصيله وجوج وريقات الرند اي ورق موسى، واحد ضريس ديال الثومه. وانا كنفضل هاد النوغيت ندير فيهم الدجاج مسلوق حسن من الا كان خضر ومليحه. كنديروا عليهم واحد قياس ديال الماء فاش يطيبوا، ونديرهم فوق النار. هي النصيحه اللي بغيت نقول البنات هي انك ما تخليهمش يطيبوا بزاف، الا طابوا بزاف كينشف هذاك الصدر ديال الدجاج وما كتجيش الوصفه زوينه. طيبوا الجلد هي اللي يدخلهم الطياب وحيدوهم. انتما البنات الدجاج ملي طاب تحنطوه، حصلت على هذا الشكل هكا كيكون. وغنضيف عليه بطاطا مسلوقه، عندي جوج بطاطات مسلوقين متوسطين ما كبارش بزاف، شديتهم تسلقوا وطحنتهم ولا تحكيهم سيدتي بالحكاكه مزيان، وضيفهم على الدجاج وتزيدي عليهم تقريبا بطاطا. هو القياس اللي درت، وتزيدي فرماج محكوك، كان عندك شويه ديال الاضام شويه ديال الموتزاريلا، هاد الشويه اللي بقى عندي هو درتو. الا عندك كثر سيداتي ديريه، ان باش ما درتي الفرماج كتجي داك الدجاج معلك بها وزوين. وتزيدي جبن كريمي معلقه كبيره عامره مزيان، عوضيها ب الا ما كاينش عوضيها بفرماج مربع، اربعة القطع ديال الفرماج مربع. وكنضيفوا العطريه ديالنا على هاد الخليط، فيها هي الملحه البزار اولا والملحه، تيبقاو على حسب الذوق. كنضيفوا كذلك الثوم اون بودغ، ثوم مجفف، توا كنزيدو منو غير شويه. وكنخلطو هاد العناصر مزيان، تخلطيها مزيان باش تندمج وتولي بحال شكل عجين تقريبا، باش تشكليها كيف ما بغيتي، كريسات صبيعات كيف ما بغيتي سيداتي. هانتوما كتلاحظوا البنات، شفتوا الخليط ديالنا كيولا ولا شكل عجين، عناصرها كلها طيبه، كنشكلوها كيف ما بغينا. المهم انها تكون متساويه باش يجي المنظر ديالها زوين. ومن بعد ما كنشكلوها كنديروا لها لابانيغ تاعتها، اي كنديروا الدقيق نفندوهم في الدقيق ونعاودوهم في البيض ونعاودوهم في لاشابليغ. بغينا نقدموهم ديك الساعه كنقليوهم، بغينا نحتفظوا بهم كنديرهم في واحد البلاطو، وكنخشيوهم في مجمد حتى يجمدوا مزيان، ونجمعوهم في اكياس ديالنا وكنخبيهم. وقت ما احتاجيناهم كنجبدوهم بقاو موجودين ديك كامل المجمد، تنديرهم في المقلاة زيت سخون ونقليوهم. كي كتبت في العنوان انهم في رمضان كيفعوا، دابا ان الوليدات تيقراو ملي يجيو من المدرسه غتلقاي شي حاجه اللي ساهله موجوده عندك في الثلاجه كتجبديها كتقليها، شي حاجه كتعاونك. المهم انك ديري لهم لابانيغ تاعتهم وكتخليهم يجمدوا. انتما كتلاحظوا البنات يعني كملت الكميه اللي عندي تاع الدجاج كلها شكلتها هكا. غادي دابا ندير ليها لابانيغ تاعتها، نبدا بالطحين هو الاول، نفندهم في الطحين، نفندهم مزيان في الطحين، نديرهم في البيض ونعاود نديرهم في لاشابليغ. كي كيبان لكم هاد لاشابليغ ديال اللون ديالها مغلوق شويه، ديك اللي كنصوبو في الدار هي كنفضلها هي احسن من هاد الجاهزه. تاخدي الكمير تحمريه واحد شويه في الفران وكطحنيه، كيجي بلا سميتو اي حاجه درتيها فيه بدي ديري تحمريها كيجي فيها واحد اللون ذهبي زوين. تا هاد الجاهزه كيني بعض المرات تلقاها اللون ديالها زوين، هادي مغلوقه شويه غتجيب لي شويه هاد اللون ديالهم اللي كيتقلى كيكون تا هو مغلوق، ما تيكونش داك اللون ذهب.
يبان لكم كنصحكم البنات تحاولوا تفندوهم في البيض هكا بشي فرشيت، ما تقيسوش بيديكم لان كيلصق دقيق وديك لا شابلوغ كيديرونجي في الصباح. حاولوا هي هكا تساعدوا معهم بلي فرشيت تفندوهم في البيض وتعاودوهم في لا شابلوغ هكاك حتى تتساليو الكمية اللي عندكم وكتقليهم. انا نقدمهم اليوم نيت غادي نقليهم وغاديش نحتفظ بهم، وكيف ما قلت لكم في الاول اللي بغات تحتفظ بهم كدير لهم هذه المرحله وكديهم في شي بلاطو وكتحتفظ بهم في مجمد حتى نهار كتبغيهم وكتقليهم. كي كتلاحظوا كنبقى على هذا الشكل حتى نكمل العدد اللي عندي كله ديال الدجاج، وانت في القلي ما كياخذش الوقت بزاف لان كلشي العناصر طيبه. هي الوقت فاش تحمر هذيك لا شابليغ سميتو من الفوق باش تولي مقرمشه صافي وكيكون جاهزين، ماشي بحال الاخرين تيكون فيهم الدجاج خضر تياخذوا وقت في المقله خصهم حتى تيطيب داك الدجاج اللي خضر للداخل يكون خضر. البنات الطبق ديالنا هو الشكل النهائي ديالو، قليتهم وهما جاو على الشكل، قدمتهم في الطبق مرافقين بهاد لي صوص. هادي لاصوص اندلس هاهي وشويه ديال الهريسه، لا مايونيز، كيتشاب. صدقوني ان هاد الاقتراح هاد لو نوغيت يجيو بنان، وباش ما درتيهم فرماج كتير كيجيو معلكين من الداخل هانتوما على هاد الشكل، وكيف بزاف الا كانوا في الثلاجه. وفي نهايه هذا الفيديو ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم شكرا على المتابعه، كنتمنى الاقتراح ينال اعجابكم، وكالعاده ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر للاشتراك في قناتي ليصلكم كل جديد، والى اللقاء.